النهارده حصل برضو خطوه حلوه، نقدر نقول ان هي على سبيل مقاومه كل اللي احنا بنتكلم فيه دوت، نقدر نقول ان هي مشهد بيعبر عن فكره الروح الرياضيه الحقيقيه، وهي طبعا الزياره بتاعت كابتن محمود الخطيب لنادي الزمالك. بصي طبعا يعني حصل الزياره دي قبل كده، حصلت من كابتن صلاح سليم حضر، واحنا رحنا قبل كده كنادي الزمالك، رحنا اتمرنا في نادي الاهلي في احدى الايام، وكان في الود موجود، واحنا في الود منه وبين بعضينا، يعني احنا كلعيبه وكاداريات بنقعد مع بعض وبنتكلم مع بعض وحاجات كتير كلعيبه واداريات. بس على مستوى الجمهور اهلي وزمالك ده السوشيال ميديا ما كانش عندنا، كان التشجيع اقصى يوم لما نيجي نقعد نقول كلمتين ثلاثه وبس وخلاص، كانت الناس بتتخانق في البيوت شويه. لكن لا، احنا السوشيال ميديا وصلت ان احنا بنشتم ببعض بطريقه سيئه، فده ادى الى هجوم بشع موجود في السوشيال ميديا، اثر على ان احنا دلوقتي كل واحد دلوقتي بقى الخلافات ده، انت طلعت اتكلمت عليا، انت ما اعرفش فلان فلاني، انا زي مثلا موقف حصل ليا مثلا اليوم اللي فات، بطلع بقول احنا بنتكلم على مجموعه الناس اللي بتستفاد من ورا البتاع ده، ويقعدوا يعملوا صور ويطلعوا شكل وكلام من ده مثلا، وتلاقيه واقف لي واقف بصوره بلعيب ما نعرفش مين اللعيب ده، واقف ماسك الفانيلا والكلام من ده، ويقول لك ده نجم من نجوم وهيبقى ثمنه 20 مليون. هم دول الوكلاء اللي كنت بتقولي، هم دول الوكلاء بالظبط يجي يعملوا كده. راح قال لك هشام يكن قال على مجلس الاداره ان دي حاجه مقززه للحفله كذا كذا، لا الكلام ده مش سليم. الكلام ان انا كلامي على الناس بتاع الحفله، حفله ممتعه والناس عملوا بيقدموا الحوار بشكل جيد، عملوا مكان والناس جت حضرت وهو كلام من ده وخلاص، وعملوا المشهد لطيف، قدموا اللعيبه بشكل لطيف خلاص. لكن انا كنت بتكلم مثلا، فتيجي تبص تلاقي واحد يروح مدخل خبر مش سليم ويحط ويقول لك ده هشام يكن بينتقد. طب قعدت النهارده تخفف شويه الاجواء دي وتقلل شويه التوتر ده؟ بصي التوتر النادي الاهلي والزمالك في منافسه قائمه وهتفضل قائمه، بس كرويه رياضيه رياضيا، المهم بقى الجانب الثاني رياضيا، لان في العاب اخرى يعني انت فاهم، احنا بنتكلم على كل الالعاب، مساله ان احنا لازم ان احنا نتفق مع بعض في السوشيال ميديا اذا كانت بتاع الزمالك او الاهلي، ان احنا نخف الكلام ده ومن ايه ما نحطش بتاع ده ضغوط ملهاش لازمه، وان احنا نتكلم على لعبتنا او اي حد من الحاجات اللي هي او الداخليات، المفروض ان احنا ما نقعدش نتكلم فيها ونشتم في الولاد وكلام من ده. انت ليك اللعيب جوه الملعب، تصرفه داخل الملعب لو قل ادبه النادي بتاعه هيوقفه على طول، لازم ياخد اجراء، ياخد جزاء من الموقف الهامل. لكن ما اقدرش افضل كل شويه اشتم لعيب بعينه عشان لعيب كويس. ايوه يعني انت فاهمه، خلاص بقى يتوضع حد للكلام ده كله. بالظبط، احنا ما احنا كنا بنلعب وكنا بنقطع بعض، بس هقول لك على حاجه، ما كانش بيحصل كده مش للدرجه. بصي هقول لك على حاجه، انا اكثر اللاعبين كنت لاعب بجد على لعيبه الاهلي، اتفرج النهارده جمهور النادي الاهلي ما فيش حد الا ما يقول لي انا بحبك. لا بيحبوك. ايوه بيحبوك يعني طبعا، يعني انت فاهمه. فتيجي تبص ايه هو انا عملي او ادائي جوه الملعب حبا، اديت دوري، الناس معجبين بيا، ان انا لو كنت موجود عندهم كنت هعمل كده برضه. ايوه، فانا الاداء بتاعي في الملعب، انا النهارده كزملكاوي واحد من ابناء نادي الزمالك بنزل الملعب وبأدي دوري وبنجح فيه، مفروض ان جماهير بتساعدني، جمهور النادي التاني عارف ان انا قوه موجود داخل الملعب فبيحترم هذه القوه. ليه؟ لان انا ما بسئش التصرفات، ما بتكلمش باسلوب سيء على اي حد، فانا بحاول دايما بقدر امكاني، وده منهج واحترام اللعيب بقى لنفسه، جمهوري يفرح واموت نفسي علشانه. طيب يعني انت فاهمه، هو ده اللي انا كنت بعمله. يعني ده اللي كان تيجي تبص تلاقي انزل الملعب بعمل كده، حب لجمهوري كان بيخليني ان انا اتفوق على نفسي. اختم بقى معاك بالماتش بتاع الزمالك والاسماعيلي، توقعاتك واهميه الماتش ده ايه؟ بصي الماتش النهارده مباراه انا بعتبرها صعبه جدا 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 جدا. الفريق بيتقدم باول مره بمدير فني جديد، مع مجموعة لعيبة مشيت، مع مجموعة لعيبة انضافت بشكل كبير جدا، واحنا بنتكلم في 10 لاعبين، طبعا جايبين لاعبين كتير، ان احنا طبعا يعني عشان نادي الزمالك اتعاقد معاهم فطبعا عمل ماركاتو كويس. المهم
انا شايف ان المباراة هتبقى صعبة على الزمالك وعلى الاسماعيلي، لان اتفرجت على لقاء الاسماعيلي اللي فات كان ادائهم وحش. ما كانش شد كده، مش قد كده الفريق الاسماعيلي في يعني ما فيش ترابط بينهم وبين بعض، فالاداء ما كانش مظبوط، وفرق السيراميكا عملت عليها شغل كويس، ومع ذلك المباراة طبعا طلعت لصالح الاسماعيلي. لكن المباراة هتبقى صعبة على نادي الزمالك النهاردة، ليه؟ لان انت عندك مشكلة في الدفاع، ما عندكيش باك ليفت، فهتلاعب عمر جابر، وهتلاعب ناحية مين اسمه ايه ده، مين اللي هيلعب ناحية اليمين، لعيب بتاع الافريقي ده نسيته، مش جاي على بالي اسمه برضه، وعندي بتاع ده السدباكين المسلوسي بيلعب باك رايس، فممكن الراجل يقلب لثلاثة على اساس ان يلعب عمر باك ليفت ويحركه، وموجود سيرد باك تاني، والمسلوس يلعب باك رايت شويه ويزق نضاي ابراهيم نضاي. يعني تشكيل في تحديات والماتش نفسه في تحديات. بالظبط، التشكيل في تحديات جامده جدا، نص الملعب خط الهجوم ممكن هيبقى يعني مميز، شيكابالا وسيفر الجزيري، وعند الناحية التانية ممكن يكون موجود شيكابالا وزيزو. عندي إبراهيم اسمه ده عبد الله سعيد ممكن يشارك النهاردة. طب توقعاتك بقى النتيجة ايه؟ ما هو الموقف على الناحية الدفاعية مشكلة، الخط الدفاع عندنا متماسك النهاردة، فانا خايف من المباراه من الناحيه دي. لكن عندنا خط هجوم افتكر ان هو كويس ويقدر يؤدي بشكل جيد. توفيق طبعا ليهم الاثنين، وانا بشكرك يا كابتن نورتنا في الخلاصه. ميرسي، دي الخلاصه. الخلاصه.